صراحة. لكن هناك من جاء وصفهم أيضا في القرآن الكريم. نعم، جاء وصف حملة العرش. نعم. وهم أعلى من ذكروا وصفا في القرآن. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال ربنا جل وعلا في الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش سقف المخلوقات وأعظمها قدرا وطهرا، ولهذا استحق أن يستوي رب العزة والجلال عليه. ما غنى الله جل وعلا عن العرش وعمن يحملونه، وهو سرير ذو قوائم، ذو قوائم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقوائم العرش. فقول عليه السلام آخذا بقوائم العرش دليل على أن للعرش قوائم. فلا أدري أفاق قملي أم جوزي بصعقة الطور. هؤلاء حملة العرش من الاسم، من الوصف العظيم هذا، على أنهم من أرفع الملائكة قدرا، لأن كما أن العرش أعظم المخلوقات قدرا وطهرا، فحملة العرش من أعظم الملائكة. وهم أثبت الله لهم أنهم يسبحون. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنهم كانوا فريق منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وآخرون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، فريق يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، فريق يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. هل هم ثمانية أفراد أم ثمانية صفوف؟ بكل قال العلماء، والأظهر أنهم ثمانية أفراد. وفي السنن عند أبي داود حديث جابر: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. في رواية ابن أبي حاتم: خفقان الطير 700 عام. وهذا يدل على عظيم خلقهم. الناحية الإيمانية في القضية أن الله قال: يسبحون بحمد ربهم، وهذه أظنها مرت معنا، في أنهم ذكر الله أنهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، تسبيحهم ليدلوا ليخبروا وينبئوا من يراهم أن الله غني عن العرش وعن حملته، أن الله غني عن العرش وعن حملته. فحملة العرش من أعلم العباد بعظمة الله، فهم يحملون العرش وهم مدركون أن القوة التي يحملون بها العرش هي من الله سبحانه، وأن العرش ما كان له أن يستوي أن يستقيم لولا ما أتاه الله. فالله جل وعلا غني عن العرش وغني عن حملته وغني عن كل أحد، وما من أحد آمن أو كفر إلا وهو فقير كل الفقر إلى الله. ولله جل وعلا أسماء وصفات، كلما بعد الإنسان عنها وصفا كان أقرب إلى الله. نعم. منها العزة والكبرياء والغنى. الغنى المعنى عدم يعني الشعور بالطغيان. فالعزة والكبرياء أمران لله سبحانه وتعالى، وكلما تذلل العبد لربه دنا من ربه. لكن لو شعر بالكبرياء في نفسه ابتعد، والاستغناء ابتعد. الله يقول لنبيه: كلا لا تطعه ماذا أصنع، واسجد واقترب. ففي سجودك قربة منا. نعم. ففي سجودك قربة منا.